أعلنت هيئة الدواء عن انطلاق فعاليات الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي يعقد في محافظة الأقصر ولمدة 3 أيام. وأشارت الهيئة إلى أن الملتقى يأتي في إطار تعميق الشراكات مع صناع الدواء والمؤسسات الدولية والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة، خاصة في مجال دعم وتطوير صناعة الدواء، وذلك من خلال مد الجسور للحوار.